بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء. أيضا في هذا الفيديو جبت لكم تمرين رائع لمراجعة الفرض الثاني على السلسلة الوظيفية والطاقوية والحصيلة الطاقوية. إذا أتمنى لكم جميعا التوفيق وعلامات جيدة. يلا نبدأ مع بعض، نقول جميعا بسم الله ونبدأ نقرأ التمرين مع بعض. إذا يقول: شرعت بلادنا مؤخرا في استغلال الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات اقتصادية وبيئية لاعتبارها صديقة للبيئة، ويتجلى هذا الاستغلال في استعمال مصابيح للإنارة العمومية تشتغل بالطاقة الشمسية. الوثيقة 3، هاي لك الوثيقة. إذا وش عندي؟ يقول: اعتمادا على ما درست حاول الإجابة على ما يلي. أتمنى فقط أنكم أنتم أيضا راح تحاولوا قبل ما تشوفوا الحل النموذجي باش تكون إفادة أكثر وتشوفوا العراقيل تاعكم. إذا أول سؤال يقول: أذكر بالترتيب الجمل المساهمة في أداء الفعل النهائي. طبعا هنا التركيبة هي إشعال المصباح انطلاقا من الطاقة الشمسية. إذا هنا الفعل المراد به هو إشعال المصباح، أو الفعل النهائي هو إشعال المصباح. إذا يقول: أنجز سلسلة وظيفية وأخرى طاقوية لتوهج المصباح انطلاقا من الطاقة الشمسية. هنا فقط راح أضيف تمثيل الحصيلة الطاقوية، نزيد لكم هنا تمثيل الحصيلة الطاقوية طبعا لهذه التركيبة باش تكون إفادة أكبر. ثم بعد ذلك ثم نتابع التمرين تاعنا. يقول: ما المقصود بالطاقة الصديقة للبيئة؟ أذكر مصادر أخرى متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية. مثل هذه الأسئلة موردة في الفروض والاختبارات، لازم تفهموها وتحفظوها باش كي تجيكم في تمرين آخر راح تجاوبوا الإجابة الصحيحة وتدوا العلامة الكاملة. يلا مع بعض نقول بسم الله ونبدأ. شوفوا معايا، ندرس الوثيقة وش كاين الوثيقة. يقول: أذكر بالترتيب. إذا لازم الترتيب باش نشكل السلسلة الوظيفية وصلة السلسلة الطاقوية صحيحة. إذا الترتيب هو الشمس. إذا الجملة الأولى هي الشمس، نلاحظ أنها تشع أشعة الشمس لتضيء الخلية الشمسية. إذا الجملة الثانية المهمة هي الخلية الشمسية. ثم وش عندي؟ عندي البطارية، ثم بعد ذلك عندي المصباح. إذا أولا كيف أجيب على هذا السؤال؟ نكتب الإجابة. الجمل المساهمة في أداء الفعل النهائي بالترتيب قلت نكتب الشمس، ثم بعد ذلك وش عندي؟ عندي الخلية الشمسية، الخلية الشمسية، ثم بعد ذلك عندنا قلت البطارية، ثم عندنا الجملة الأخيرة هو المصباح. إذا هذا هو الإجابة على السؤال الأول. السؤال الثاني ماذا يقول؟ يقول: أنجز سلسلة وظيفية. إذا نقول السلسلة الوظيفية لتوهج المصباح انطلاقا، نكتب انطلاقا من الطاقة الشمسية. إذن اللي مازال ما فهمش السلسلة الوظيفية لازم يعرف شيء، أننا نفهم أولا التركيبة. وش نفهم في التركيبة؟ راح نقول في أسطر قليلة وأستعمل أفعال الأداء وأفعال الحالة. نقول شوفوا معايا: الشمس تشع، يعني تمدنا أشعة الشمس. كي تمدنا أشعة الشمس راح الخلية الشمسية تاعي تثار، هذا فعل، تثار فعل الحالة. عندما تثار الخلية الشمسية ماذا تفعل؟ راح تغذي المصباح، لتغذي البطارية. عندما تغذي البطارية بالطاقة الكهربائية، البطارية راح تخزن هذه الطاقة الكهربائية لتغذي بدورها المصباح. المصباح راح يتوهج. إذا المصباح راح
يتوهج. إذن راح يتوهج المصباح. ثم بعد ذلك بعدما عيننا الجمل تاعي، هذه الجمل الأربعة وش راح ندير؟ راح نرسم فقاعات بيضاوية أفقية حسب أو على عدد الجمل المساهمة. إذن كم من فقاعة نرسم؟ نبدأ الفقاعة الأولى اللي هي الشمس، ثم بعد ذلك الخلية الشمسية، ثم بعد ذلك البطارية، ثم بعد ذلك أخيرا المصباح. هذه أول خطوة نديرها في السلسلة الوظيفية. أصل بين كل فقاعة وأخرى بسهم مستمر، وهذا السهم بالمناسبة هو يمثل التحويل المفيد. وش معناتها التحويل المفيد؟ التحويل الذي تستفيد منه الجملة. هذا أول خطوة. ثاني خطوة راح نكتب أسماء الجمل، راح أسماء الجمل هذه الشمس، الخلية والبطارية في المصباح داخل الفقاعات. إذا نكتب الشمس، ثم بعد ذلك بالترتيب، حذاري ما نقدرش نكتب الشمس ثم بعد ذلك البطارية المصباح، لا، الخلية طبعا الشمسية، ثم بعد ذلك نكتب البطارية، ثم أخيرا نكتب المصباح. ثم بعد ذلك واش نكتب؟ نكتب هنا في التحت أفعال الحالة، وهنا نكتب أفعال الأداء. يلا مع بعضنا، واش قلنا في التركيبة تاعنا؟ الشمس ماذا تفعل؟ الشمس راح تشع. عندما تشع واش تدير؟ راح تضيء. تضيء ماذا؟ تضيء الخلية الشمسية. عندما تضيء الخلية الشمسية فإن الخلية الشمسية تثار. إذن هنا عند هذا المكان هذه تبقى دائما نفسها، سواء زعما شعلنا مصباح أو حركنا عربة أو غير ذلك، دائما نفس الحالة الأفعال الحالة نفس الأفعال الأداء. نتبه ذلك، عندما تثار الخلية فإنها تغذي البطارية. تغذي البطارية، تغذي البطارية، ماذا يحصل للبطارية؟ إذن راح تخزن البطارية، تخزن هذه الطاقة الكهربائية، تخزن. عندما تخزنها فإنها تغذي المصباح، فالمصباح يتوهج. هكذا انتهينا من السلسلة الوظيفية. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. نجي الآن السلسلة الطاقوية. إذا هنا نقول ألف، هنا باء، تمثيل السلسلة الطاقوية، طبعا لنفس التركيبة، لهذه التركيبة. الآن هناك علاقة بين السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية. وش راح ندير في السلسلة الطاقوية؟ راح نرسم نفس الشكل، يعني نرسم الفقاعة الأولى، نرسم الجمل داخل فقاعات، أصلها بسهم مستمر. هذا كامل راح نعودها في السلسلة الطاقوية نفس الشيء، ولكن راح أغير أفعال الحالة وأفعال الأداء. هنا أفعال الحالة نغيرها ب أو أبدلها بأنماط الطاقة، وهنا أفعال الحالة الأداء أبدلها بأنماط تحويل الطاقة. يلا مع بعض أعيد الرسم. إذن في كل مرة شوفوا معايا، ندير الفقاعات تاعي، شوفوا معايا الفقاعات، دائما نفس الشيء، نرسم أربع فقاعات، نزيد المصباح. هنا في السلسلة الطاقوية راح أضيف فقاعة خامسة وهي الوسط الخارجي، دائما فقاعات بيضاوية. قلت دائما أصل بين فقاعة وأخرى بسهم مستمر يدل على التحويل المفيد. إذا كل هذه الأسهم المستمرة هي تحويلات مفيدة. الوسط الخارجي راح نخليه فيما بعد. الآن أعيد كتابة الجمل تاعي. الشمس، هنا الخلية الشمسية، ثم بعد ذلك البطارية،
ثم بعد ذلك المصباح، قلت أضفت الوسط الخارجي. أعيد الرسم، هنا نكمل الخارجي، ثم بعد ذلك أعيد رسم الفقاعة تاعي هكذا. ثم بعد ذلك واش ندير في السلسلة الطاقوية؟ قلت أغير، إذا تشع. إذا كلمة تشع كيف أحولها إلى نمط الطاقة، إلى نمط تخزين الطاقة؟ إذا تشع راح تكون عبارة عن طاقة داخلية. إذا طاقة داخلية ما تكونش حركية، ما تكونش كامنة ثقلية، وما تكونش حركية. إذا راح تكون طاقة داخلية، اي ارمز لها بأي. ثم تضيء، تضيء هو تحويل إشعاعي، ار. ثم بعد ذلك تثار الخلية الشمسية، الخلية الشمسية راح تكون لها طاقة داخلية. إذا كل هذه راح تكون ثابتة في أي تركيبة. ثم دائما كي تشوفوا تغذي، تغذي دائما هو تحويل كهربائي، دبل في او. ثم بعد ذلك تخزن، تخزن ماذا؟ تخزن الطاقة الداخلية اللي تلقاتها من الخلية الشمسية. قلنا أن تغذي دائما هو تحويل كهربائي. ثم المصباح لا يتغير، هو أيضا عنده دائما طاقة داخلية. ثم بعد ذلك هنا كل هذه الأسهم عبارة، الأسهم المستمرة اللي هي قلت في كل مرة أن نزيد الدرس، نثبت الدرس، كل هذه الأسهم المستمرة عبارة عن تحويلات مفيدة، تستفاد كل جملة منها. الآن نجي للوسط الخارجي، ماذا يتلقى الوسط الخارجي؟ شوفوا معايا، هنا بالنسبة للشمس راح يتلقى طاقة غير مفيدة، ومثيلها بأسهم بنقط متقطعة، ويكون سهم متقطع هكذا، هي الطاقة الحرارية. إذن هي طاقة لا تستفيد منها الطاقة الخلية الشمسية، بل يستفيد منها الوسط الخارجي. نفس الشيء للخلية الشمسية، راح يكون هناك تحويل غير مفيد، وهي الطاقة التحويل الحراري. البطارية تسخن، سخونتها يعني تمد لنا طاقة تحويل حراري، لا تستفيد منه الجملة، أمثله بسهم متقطع ونكتب Q. المصباح عنده تحويلين، التحويل الغير مفيد هو طبعا المصباح يسخن يمد لنا تحويل حراري، عندما يسخن لا أستفيد من سخونة تاع المصباح، بل يجي الوسط الخارجي، إذا تحويل حراري. ولكن عنده تحويل آخر وهو يستفيد منه الوسط الخارجي، وهو التحويل المفيد اللي هو سهم مستمر. نجيبه هنايا، لازم يكون مستقيم. إذا نعود. إذا قلت المصباح، إذا نكتب المصباح، نكتب المصباح هكذا، ثم نكتب المصباح. إذا هنا عنده طاقة داخلية اي، قلنا عنده تحويل غير مفيد، هاوليك نعاوده لكم، وهو التحويل الحراري، وعنده تحويل مفيد وهو التحويل الإشعاعي، يمثل هكذا بسهم مستمر ونرمز له ER. نكتب ER وهو التحويل الإشعاعي. لحد الآن مثلنا السلسلة الطاقوية، أتمنى فقط أن يكون واضح، وتابع بتمثيل الحصيلة الطاقوية. الحصيلة الطاقوية دائما راح نستغل السلسلة هذه الطاقوية. إذا نكتب تمثيل الحصيلة الطاقوية، شوفوا معي. إذا ركزوا معايا اللي مزال ما فهمش الحصيلة الطاقوية، واش راح ندير؟ شوفوا معايا، انطلاقا من الحصيلة الطاقوية، انطلاقا من التمثيل السلسلة الوظيفية، راح أغير، شوفوا معايا، هذه الفقاعات البيضاوية. أول خطوة راح نجبد هذه كلها الفقاعات البيضاوية، راح نردها فقاعات شقولية. هذه أول خطوة ديروها، شوفوا معايا، نرسم. نبدأ بالشمس،
ندير فقاعه شاقوليه. ثم بعد ذلك واش كاين بعد الشمس؟ كاين الخليه الخليه الشمسيه. ثم واش اذا بعد بعد الخليه الشمسيه؟ عندي البطاريه ومثلها بفقاعه هكذا افقيه شاقوليه او عموديه. ثم عندنا المصباح. ثم بعد ذلك واش عندنا؟ عندنا الوسط الخارجي اللي هو هكذا، فقاعه دائما عموديه او شاقوليه. ثم بعد ذلك الخطوه الثانيه ندير الاسهم تاعي، نديرها كما الحصيله الطاقويه او السلسله الطاقويه نفسها. نجي للمحيط الخارجي نخليه فيما بعد، فقط ما ننساش الاسهم تاعي هكذا. ثم بعد ذلك واش ندير؟ شوفوا معايا، نكتب تحت كل فقاعه اسم الجمله. اذا هنا نكتب الشمس، لازم ضروري الخليه الشمسيه، ثم بعد ذلك البطاريه، ثم بعد ذلك المصباح. راني نمشي لكم بالخطوات. هنا اخيرا الوسط الخارجي، ثم بعد ذلك نكتب التحويلات المفيدة تاعي. شوفوا معايا هنا نكتب ER، نكتبها كيما في السلسلة الطاقوية. هناك قلت أن هناك تحويل كهربائي، هذه. ثم بعد ذلك واش ندير؟ هنا أمثل الحصيلة الطاقوية للشمس. الشمس لا تستحدث ولا تنفذ، عندها طاقة داخلية لا تنتهي. إذا راح نديرها بفقعة بيضاء لأن لا يوجد تغير في الطاقة. إذا في الشمس لا يوجد تغير في الطاقة، وين ما تكونش تغير في الطاقة ما نديرش ولا شيء. الآن بالنسبة للخلية الشمسية، الخلية الشمسية عندها طاقة إذا داخلية، إذا راح تتزايد. إذا كي تكون عندي طاقة تغير في الطاقة وتزايد في الطاقة، نرسم عمود هكذا. ثم بعد ذلك ندير بما أن هناك تزايد في الطاقة، نبدأ خطوط متقطعة، هنا خط مستمر هكذا، وندير الاتجاه نحو الأعلى هكذا، ونكتب EI تاعي. شوف معايا EI واحد البداية الابتدائية، EI اثنين النهائية، لازم نديروها داخل فقاعة. ثم بعد ذلك واش كاين؟ البطارية، قلنا أنها البطارية تخزن الطاقة الكهربائية. إذا ندير عمود، أيضا ندير عمود هكذا، عمود أو مستطيل. ثم عندنا تغير في الطاقة أو ازدياد في الطاقة، إذا ندير نقاط متقطعة وهنا خط مستمر، وندير السهم نحو الأعلى هكذا، ونكتب الطاقة الابتدائية الداخلية تاعي EI واحد، وهنا EI اثنين. إذا قيمة الطاقة الابتدائية تاعي وقيمة الطاقة النهائية تاعي. ثم بعد ذلك المصباح، كتبت لحظة التشغيل لأنني راح أفرق بين الحالتين. كي يبدأ التشغيل تاع التركيبة تاعي، المصباح راح يتلقى أيضا طاقة داخلية. إذا ندير عمود راح تكون له قيمة ابتدائية وقيمة نهائية. إذا السهم هناك تزايد في الطاقة، الطاقة تزداد. إذا نكتب هنا EI واحد، وهنا EI اثنين، الطاقة الابتدائية والطاقة النهائية. الآن نجي لي الوسط الخارجي، ندير جميع هنا التحويلات الغير مفيدة. إذا نعاود نكتبها نرسمها. إذا هنا هناك تحويل طاقة، تحويل حراري كي، هنا تحويل حراري كي، هنا تحويل حراري كي، وهنا تحويل. قلنا أنه تحويل واحد يكون مفيد وهو التحويل الإشعاعي، وعندي التحويل الثاني هو تحويل غير مفيد وهو حراري هكذا. فقط ما ننساوش الأسهم تاعي، هنا كي وهنا EF. بالنسبة للوسط الخارجي راح يتلقى هو أيضا يتلقى طاقة داخلية تكون في الزيادة. إذا راح ندير نقط متقطعة، هنا خط مستمر، وندير السهم نحو الأعلى، ونكتب هنا القيمة الابتدائية EI واحد، وهنا EI اثنين.
هذا بالنسبة للحصيلة الطاقوية في بداية التشغيل، راح يكون هناك تغير في الطاقة بالنسبة للمصباح. أما في الحالة الثانية با، أثناء التشغيل خلاص انطلق التشغيل بدأ في اللحظة الزمنية الثانية، هنا التغير راح يكون في المصباح. المصباح خلاص خذا طاقته الداخلية، إذا هنا راح يكون ما يكونش تغير في طاقة المصباح، وبالتالي راح نمثل المصباح بفقاعة فارغة. إذا ندير جميع هذه نفس الشكل، إذا شوفوا معايا نفس الشكل، نرسم نفس الشكل ولكن المصباح تكون فقاعة تاعو فارغة. إذا هذه هي الحصيلة الطاقوية أثناء التشغيل، قلت للفارق أن يكون المصباح فقاعة تاعو فارغة. إذا نجي للسؤال الثالث والرابع الأخير، إذا يقول ما المقصود بالطاقة الصديقة للبيئة؟ وش معناتها الطاقة الصديقة للبيئة؟ الطاقة الصديقة للبيئة هي الطاقة الغير ملوثة والغير ضارة. إذا نكتب الطاقة الصديقة للبيئة هي الطاقة الغير ملوثة والغير ضارة. أخيرا، ما هي المصادر الأخرى المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية؟ إذا المصادر الأخرى هي طاقة الرياح، طاقة الرياح، طاقة المياه إلى غير ذلك. أتمنى فقط أنني وفقت في شرح المبسط لهذا التمرين. تمنياتي لكم بالتوفيق. ما تنسوناش فقط بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعم الفائدة. إلى الملتقى إن شاء الله.